حبيبي ده ابني. انت مش عارفه انا بحبك قد ايه. هو انت في حد زيك يا حبيبي؟ بابا انت لازم تواجه نفسك بالحقيقه، انت عيان. ماما لو عرفت ممكن تروح فيها، احنا لازم نلم الفضيحه قبل ما تنتشر. هو عنده حق يا بابا، يعني ايه تلتفت لنفسك؟ هتروح تلعب حديد مثلا؟ هتجوز. انت عايز تتجوز رقاصه؟ عارف يعني ايه رقاصه؟ لا بعد اذنك، ده بابا مصاحبها بس. شيك شاك شوك، شيك شاك شوك. قررت نتجوز. ريلي؟ لا بجد، الكلام داير في النايت كلوب انه هيتجوز كيتي الرقاصه. يلا عشان الحبايه هتشتغل. حبايه ايه؟ مين اللي قال حبايه؟ كانت بتلبس هدومها قدامي. هي مش تفكيرها غربي؟ اه بس رقصها شرقي. هيز ماي شوجر دادي. لقيته عامل حجوزات في سهل حشيش. ما نعرفش انت بتشتغل ايه. انا بعرف اعمل حاجات كتير قوي. حلوه توتي وامك اتشقطت. بحبك. انت اتجننت ولا ايه؟ ما تقول لماما قالت هتخوفني. انا هقول الحقيقه. قول. اوعى. ابوك مش محترم كرشه وعامل لي فيها شوجر دادي. شوجر دادي دادي دادي. مش هنقلع ولا ايه؟ لا اقلع بس افهم الاول. نزل ايدك. حاضر. جامد يا ناموني. بنقولك نزل ايدك. خليني فرعوني. انت شكلك باد بوي. لا لما كنت صغنن كنت باد بوي، لما كبرت بقيت فيري 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 باد بوي.